معاكم ناصر النصف، اختصاصي جراحة عظام، البورد الكندي في جراحة العظام، والزمالة الكندية في جراحة الطرف العلوي، والزمالة الأمريكية في إصابة اللاعبين. ومعانا معالج طبيعي اخصائي محمد المهدي، اخصائي علاج طبيعي في فريق كرة القدم الفريق الأول لنادي النصر. اليوم نتكلم عن حلقة غير عن الحلقات السابقة، ما راح نتكلم عن إصابة رياضية بالذات، راح نتكلم عن علاقة جراح العظام في المعالج الطبيعي، بما أن احنا نشوفها كفريقين من أهم الأمور أن يكون في تفاهم بين الجراح والمعالج الطبيعي. أي مشكلة سواء كانت إصابة رياضية أو أي إصابة في العظام أو المفاصل، من المهم أول شيء أن يكون التشخيص واضح. فقبل لا يبدي أي خطة علاج بالنسبة للعلاج الطبيعي، أول شيء نبدي أنه لازم يكون جراح العظام يشخص الحالة، بحيث أنه يشوف المريض، يأخذ التاريخ المرضي مع التشخيص الكلينيكي زائد أشعات، سواء كانت الأشعة السينية أو كانت الرنين، واعتماداً عليها يأتي الدكتور أو الجراح في التشخيص المناسب، وبناء عليها يحول المريض للمعالج الطبيعي اللي هو من دوره يبدي في خطة العلاج، وتكون العلاقة يعني بعد ما يخلص من العلاج الطبيعي مثلا يرجع للدكتور، يكون فيها علاقة يعني تواصل بين الفريقين ليأتي بأفضل نتيجة مع المريض عموما. لأن في كثير من الإشكاليات اللي شفناها عموما مع المرضى، سواء أشوفهم المراجعين أو حتى اللاعبين اللي كنا نشوفه عندنا، اللي يكون المريض جاي بدون تشخيص واضح ويروح للمعالج الطبيعي بدون خطة علاجية واضحة. وأكيد أخوي محمد شاف قصص كثير مرت عليه، خليه يطرق حق بعض من الأمور اللي مرت عليه من الناحية هذه. أي صحيح، في الحالة هذه في وايد لاعبين أو حتى ناس عاديين يروحون حق اخصائي علاج طبيعي، الاخصائي علاج طبيعي ما يكون عنده تواصل مع دكتور، يكون بس عنده ريبورت من الام ار اي او من اشعه وات ايفر، ويبني عليها برنامج العلاج الطبيعي. وهذا يعني خطا، مفروض لازم في علاقه تكامل وتواصل مع الدكتور المختص عشان يكون في تشخيص واضح. تعرف انت في المرات لما راي يكون في شيء في الواقع شيء ثاني، وانت شفت حالات كثيره يعني. صحيح، كثير كثير من المرضى يجون العياده يكون في باله لما يصير عنده رنين مثلا، سواء كان الكتف او الركبه او اي مفصل كان، يكون في كثير من الشغلات مو طبيعيه بالرنين، مثلا يكون في قطع في الغضروف او قطع في جزئي في الرباط، ولكن المشكله اللي المريض جاي اللي فيها العياده ما هي هذه هي المشكله الاساسيه، يكون شغله ممكن ما تكون حتى متواجده في الرنين، يكون اكثر التاريخ المرضي والفحص الاكلينيكي هو اللي يعطيني الجواب او التشخيص اللي هو من بدايه منه احوله للمعالج الطبيعي، اللي هو يعرف بناء على التشخيص كيف يتابع الموضوع ويعالج الموضوع اعتمادا على التشخيص اللي نسلمه اياه. كثير من الأحيان يجوني مرضى أو لاعبين عموماً العيادة، وأشوف أنه هو كان شايف أردي معالج أو كذا معالج، ومسوي له نوعية تمارين أو كورس علاج طبيعي ما يتوافق مع التشخيص اللي هو كان جاي أساساً عليه بناء على الفحص والأشعات اللي معه. طبعاً إحنا علاقتنا عموماً مع العلاج الطبيعي، يعني بدون علاقة الجراح العظام مع المعالج الطبيعي يعني بدونه ما تمشي لا عملية ولا حتى بالعلاج التحفظي من غير العملية، لأن إحنا أغلب الحالات اللي تينا العيادات عموماً يحتاجون لعلاج طبيعي كأول خطوة
قبل لا نفكر في أي خيار ثاني، سواء كانت عمليات أو أوبر أو أي كانت. أول خطوة عادة تكون العلاج الطبيعي، وبالأخص الموضوع يكون في حالة العمليات. إذا المريض خضع لعملية أي كانت لها علاقة بالإصابات اللاعبين، لازم يكون في تواصل مستمر بين الجراح والمعالج الطبيعي، على أساس إنه يشوف إن تطور الحالة شلون، أمور اللاعب هل وصل للمرحلة إنه يقدر يتطور من ناحية مثلاً الجري، أو إنه كانت الرياضة متى يرد يكمل. هالأمور هذه كلها تكون بالتواصل بين الجراح والمعالج الطبيعي. وأفتكر حتى محمد عنده حتى جزئية أفتكر على موضوع المرضى اللي يكونوا مشخصين بطريقة غير، ما أدري إيش رأيك بموضوع محمد؟ أي طبعاً شفنا حالات كثير، وأنا كنت حولت لك كذا لاعب ولعبة كانوا مشخصين غلط، أو أنه يمكن في الأمراي في أشعة الرنين المغناطيسي كان في تشخيص ثاني، ولكن في الواقع كان وانت شفتهم كان في ممكن شيء بسيط، بس هو مو مبين، ممكن هو يبين يعني شيء إصابة قوية أو شيء كبير بالرنين، ولكن في الواقع هي أشياء بسيطة ممكن نفس ما قلت تحتاج العلاج الطبيعي مع التمارين عشان يتحسن، أو مرات نحتاج بلازما عشان، أو آخر حل طبعا نفس ما قلت هو أهم شيء إن الواحد ما يستعجل على العملية، ويعطي فرصة للاعب إنه يرجع بطريقة طبيعية أحسن من العمليات طبعا. صحيح 100%، وهذا شيء أشوفه أنا كثير شائع، خصوصا إنه تقرير الرنين أو تقرير الأشعة المقطعية اللي كاتبه يكون طبيب أشعة، طبيب الأشعة يكون مختص بهالمجال، ولكن هو ما شاف المريض، ما يعرف أعراض المريض، فالتشخيص اللي هو يشوفه اللي فعلا الشغلات الغير طبيعية اللي موجودة في الأشعات هذه، بس مش بالضرورة أن تكون هذه الشغلات الغير طبيعية هي المسببة للأعراض اللي المريض عنده إياها. فهذا شيء متكرر ونشوفه كثير. فتطور العلاقة بين المعالج الطبيعي وجراح العظام شيء جدا جدا مهم أنا أشوفه، وإخواني جراحين العظام كلهم يشوفونه، حتى المعالجين الطبيعيين. طول ما تصير في علاقة قوية بين معالج وجراح، دائما المريض يكون أفضل من ناحية نتيجة العلاج، نتيجة العملية. وإحنا كثير يعني نحول بيني وبين أخوي محمد مرضى، يكون في تواصل على طول، بحيث أن المريض عارف على طول شنو التطورات من الصوبين. فهذا أفضل شيء أنا أشوفه كأفضل نتيجة ممكن يطلع فيها أي لاعب، سواء كانت حالته تحتاج تدخل جراحي أم علاج تحفظي. إن شاء الله نكون استفدنا من الحلقة، أو قدمنا شيء يستفيد منه المشاهد أو الرياضي عموما، وإن شاء الله نشوفكم في حلقة ثانية.